القرآن أهل القرآن أهل القرآن أهل الرحمن. إذا مررتم برياض الجنان فارتعوا واقرؤوا فارتعوا واقرؤوا آية الرحمن. أهل القرآن أهل القرآن أهل القرآن أهل الرحمن. إذا مررتم برياض الجنان فارتعوا واقرؤوا فارتعوا واقرؤوا آية الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدينا الكرام، مشاهداتنا الكريمات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجدد الترحاب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل القرآن. أهل القرآن يحط اليوم رحاله بمدينة مكناس العاصمة الإسماعيلية، فيحضر معي من هذه المدينة المباركة، مدينة العالمة هي وأهلها، يحضر معي أربعة من القراء الأفاضل، وهم سي عبد الله زهاني. أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بك أخي. كذلك يحضر معي سي يوسف الجعيرط، أهلا ومرحبا كذلك. ويحضر معي أيضا سي عبد اللطيف دريوش، أهلا وسهلا. بارك الله فيكم. وكذلك سي محسن غشوي، مرحبا بك. مرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة. احنا برنامج لا زال يتنقل من مدينة مغربية إلى أخرى، واليوم احنا في مكناس وغدا لا ندري أين سنكون إن شاء الله. المهم مشاهدي الكرام مشاهدتنا الكريمات أن نعمل جهدنا من أجل تقريبكم من القراء الأفاضل والقارئات أيضا، كما تعودت في البرنامج يستضيف القارئات والقراء في جميع مدننا في هذا الوطن الحبيب المليء بالخيرات المليء بالكنوز القرآنية صغيرها وكبيرها. وانتم كتشوفوا في هذه الحلقة أنه عندنا نموذج شباب كبار الحمد لله، وكل شيء بقي شباب، ولكن عندنا طفل صغير إن شاء الله هو الآخر سيتحفنا بقراءة ما تيسر له من كتاب الله عز وجل. وهذا الكتاب الكريم العظيم الذي نجتمع حوله والذي سمينا هذا البرنامج باسمه وأهل القرآن، نفتتح به هذا اللقاء المبارك مع سي عبد الله زهاني. أي سورة إن شاء الله تقرأ لنا؟ إن شاء الله سأقرأ من أواخر سورة فاطر. يعني أواخر ستختم إن شاء الله سورة فاطر أو لا غير ما تيسر منها؟ ما تيسر منها إن شاء الله. إذن على بركة الله مشاهدين الكرام نستمع إلى هذه التلاوات المباركة للقارئ سي عبد الله زهاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي
أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار
جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا استاذ الله، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. ونبدأ معكم أولا تعطوني المعلومات العامة، يعني كتعريف أولي يعرفوا السادة المشاهدين والسيدات المشاهدات شكون هما الضيوف اللي معايا من مدينة مكناس. نبداو مع استاذ عبد الله معلومات أولية. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم الكامل عبد الله الزهاني، من مواليد 1984 بجماعة مقام طلبة دوار زهانة دائرة تفلت إقليم الخميسات. ومن هنا كنحيو دوار زهانة. نعم. كنحيوها وكنحيو جميع الدواوير المغربية اللي عطتنا قراء أجلاء كما غادي تكتشفوا معنا السادة المشاهدين والسيدات المشاهدات. سي يوسف، كنت تعطينا هذه المعلومات الأولية، السن ديالك والمستوى الدراسي وشنو كتعمل دابا؟ شنو حافظ من القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي الكامل يوسف جعنت. قرأ القرآن، مولود في 2002 مدينة فرنسا. لا، شحال في عمرك؟ 11 سنة. 11 سنة أتممت حفظ القرآن الكريم كاملا؟ لا. شحال حافظ دابا؟ 25. 25 حزب؟ نعم. نطلب الله عز وجل يكمل عليك. أنت باقي صغير تبارك الله، وكتقرا في المدرسة؟ لا. أنت متفرغ لحفظ القرآن الكريم؟ لا. إن شاء الله نرجعوا ناخذ معك شوية تفاصيل أخرى. شوف أستاذ الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم الكريم الكامل عبد اللطيف الدريوش، من مواليد 1979 بدوار النبابلة. النبابلة. النبابلة، جماعة برارحة. تازة. أنت من تازة؟ إقليم تازة. تبارك الله، واخا جمعتكم الظروف مدينة مكناس ولكن كل واحد سبحان الله. نعم. الحمد لله متزوج وأب طفلين. الله يسلمك. محمد وياسر. تبارك الله. شنو كتعمل دابا؟ إمام مسجد، إمام مسجد بدر. مدينة؟ مسجد بوزكري مكناس. مكناس طبعا. نعم. شوفوا السي غشوي. الاسم الكامل محسن غشوي، مزداد 1979 بدوار أي تحسين، مستغرة صفاصيف، إقليم الخميسات.
خميسة يعني أنت قريب مكناس. نعم. نعم. والآن أعمل إماما وخطيبا وواعظا كذلك بمسجد مكناس مدينة مكناس. مدينة مكناس. إمامي مسجد الهدى بالزيتون. كلكم تبارك الله في مدينة مكناس ولكن الأصل كيختلف وهذا هو يعني المسلم دائما والمؤمن دائما والإنسان بشكل عام يتبع رزقه حيثما شاء الله عز وجل له أن يتجه وأنتم اتجهتم إلى رزقكم مع القرآن الكريم وحياتكم أيضا مع القرآن الكريم مع القرآن الكريم سعبد الله اللي هي وحدة الحياة مليئة بالمنجزات مليئة بالعطاء مليئة بالتميز سعبد الله كنعرفوك أنك شاركتي في مسابقات وطنية ودولية كبيرة ومتعددة وحرصت على جوائز كانت قيمة جدا فنبداو هذه المسيرة تعطينا شي شوية الخلق قبل ما تولي سعبد الله الزهادي مشهور اللي كيشارك في المسابقات الدولية سعبد الله الزهادي الطفل اللي كان مازال تيقرا القرآن كيفاش واش من البداية انطلقتي مع القرآن ولا كان في المدرسة ولا جمعتي بيناتهم أعطينا شوية المعلومات في هذا الجانب بالنسبة لبعض المعلومات الحمد لله الأب ديالي الله يرحمه الله يحفظه ويجدد عليه الرحمات في هذا اليوم المبارك داني التعليم الابتدائي يلا دوزت التعليم العمومي نعم يلا دوزت شي شهرين في الابتدائي وخرجني داني للمسجد انا واحد الاخ ديالي مجرد وصلنا لعند الامام السي محمد الجبلي الله يجازيه بخير بدينا تعلمنا التحناش لان اول مره تذكر هذه التفاصيل لا زلت اتذكرها نعم. شحال كان في العمر انا سبع سنوات نعم لازلت أتذكر خرجكم الأب من التعليم العمومي نعم أنا للمسجد في القبيلة تما بدوار زهانة غير السادة المشاهدين سيدة المشاهدين أنتم كتعرفوا على أن في هذا البلد الحمد لله كاين التعليم العمومي اللي هو كاين دخلوا فيه وكاين الحمد لله حفظ القرآن والكل يقصد هدفا واحدا هو أن يصير الإنسان متعلما عارفا بأحكام دينه وعارفا بما يلزمه فهمه وإدراكه في هذه الحياة تفضل سعد الله الحمد لله مشيت وبديت الحفظ مع الشيخ ديالي سي محمد الجبلي الله يجازيه بخير وبديت كنتعلم الحمد لله ختمت السلكه الاولى في القبيله ثم بعد ذلك خرجت ذكرنا بالقبيله مزيان قبيله زهانه دوار ولا دوار زهانه دوار زهانه نعم وخرجت لبني حسن بني حسن إقليم من القنيطرة إقليم من القنيطرة قرب مدينة سيدي يحيى الغرب الحمد لله تما كاين أكملت السلكة الثانية على أستاذي وشيخي الكريم السي بن عاشير الله يجازيه بخير ثم بعد ذلك رحلت إلى الجنوب أين؟ قرب تفراوت في مدرسة هنا شحال كان السن ديالك؟ 14-15 سنة وضربتي هذه المسافة كاملة في سبيل واش كان غير من أجل تدقيق الحفظ لكتاب الله عز وجل ولا كان التعليم العتيق؟ لا من أجل تدقيق في حفظ القرآن الكريم يعني تخنيشة نعم تخنيشة حتى الصديق ديالي طرح لي بأنني مثلا نمشي معاه لأنه كان تيقرا تما كاين ومشيت معاه والحمد لله التقيت بحد الشيخ جزاه الله عنا خيرا سي إبراهيم أنفلوس وختمت على السلكة الثالثة بالقواعد التجويد في النظم ثم بعد ذلك درست عنده مجموعة ديال المتون مثل ابن عاشير ومتن الجرومية والألفية تلك المقدمات الأساسة المقدمات الأساسية معتمدة في التعليم العتيق المغربي اللي كيحفظ الإنسان القرآن تيدخل ليها وكيبدأ مرحلة أخرى مرحلة العلم مرحلة المعرفة بعدما حصل على الأساس وحصل على الأهم وهو كلام الله عز وجل في الصدر كاملا تاما باذن الله عز وجل شحال ختمتي قلتي صافي الان انا انتهيت من حفظ القران الكريم شحال كانت من سلكه؟ كانت ثلاثه سلكات كانت كافيه نعم الحمد لله اذا نشوفوا السي محسن حتى هو يعطينا التجربه ديالو واخا هي باقا صغير التجربه تكون فتيه لان بحسب السن ديالك انت ايضا السن صغيره الحمد لله كيفاش بديتي مع القرآن الكريم؟ كنت كنقرا شويه ترفع صوتك باش نسمعوك مزيان كنت كنقرا في المدرسة العمومي اها بقيت فاش كنخرج كنمشي انا والاب نمشي للجامع نسد الله الزهر شحال قريتي في المدرسة العمومي؟ الثالثة ابتدائي اها فاش كنخرج كنمشي نصلي انا والاب نمشي نسد الله الزهر في الجامع يعني ملي كان إمام في الجامع في مدينة مكناس وتفتحت لي الرغبة باش نقرا القرآن حيت الدنيا فيها جوج حاجات من طريق جهنم وما الجنة وانت اخترتي؟ الجنة
وان شاء الله الجنة يمكن يحق الانسان ايضا بعلم اخر، يعني ماشي الى ما كان حافظ القران الكريم كاملا عاد يدخل الجنة باذن الله. هذه من الاشياء اللي خصنا نعرفوها ويعرفوها وليداتنا، لانه راه الحمد لله الطريق ديال الخير كثير وطريق ديال الفلاح كثير متنوع ومتعدد، وبالتالي ليس بالضروره ان يكون الانسان حافظا للقران الكريم كاملا حتى يكون في هذا الطريق. ان شاء الله بحفظك لكلام الله عز وجل وبالاخلاق الطيبه وبالمعامله مع الناس تصل الى مبتغاك وهو الجنه التي نسال الله تبارك وتعالى ان تكون مصيرنا جميعا. سي يوسف تقرا لنا ان شاء الله شي حاجه من القران على قد السن ديالك، قرا لنا واخا شي حاجه قليله ان شاء الله. اواخر سوره ياسين. اواخر يعني تختم لنا سوره ياسين ان شاء الله. اذا المشاهدين الكرام نستمع الى هذه التلاوه من اواخر سوره ياسين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولم صدق الله العظيم. شكرا سي يوسف، ونتمنى لك مسيره ان شاء الله تكون مازال تعطي ان شاء الله مع القران، ومازال تختم القران الكريم وتمشي في الطريق ديال الخير والطريق اللي انت باغي توصل ليه وهو رضا الله سبحانه وتعالى. استاذ لطيف حتى الاخر نبغيو نكتشفوا معك شي شويه، نمشوا معك الذاكره ديال كيفاش بدات المسيره مع القران وفين واصله الان؟ الحمد لله حياتي غازره بالقران الكريم. الحمد لله. لقد وجهني والدي الكريمين جزاهم الله خيرا منذ كنت صغير، يعني من اللي كنت صغير بحال صاحب الله من سن ديال سبع سنين دخل خمس سنين او قبل او لا قبل. نعم الوالدين ديالي وجهوا لي المسجد، والاساس الذي جعلني اذهب الى المسجد هو ان المدرسه ما كانتش عندنا في ذاك الحي. هذا السبب باش الوالدين ديالي يعني ما كانش عنده اختيار، انا ما كانش اختيار الا ان الطفل يذهب الى المسجد فقط، وهذا هو الشان ديال المجموعه ديال الاخوه كانوا. نعم الحمد لله ذهبت الى المسجد عند الفقيه السي محمد بن العرج. هذا الفقيه رجل ما شاء الله، رجل يحفظ القران ويتقنه خطا ورفضا ورسما، يعني مرجع كبير، وهو الان مسكين يعاني ان شاء الله من ضعف الصحه ان شاء الله عز وجل. الله يعافيه ويشفيه ان شاء الله. الله أكبر، الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذن شحال بقيتي مع الشيخ؟ لمدة 8 سنين. تم سنين حتى في القرآن، يعني شحال كان؟ يعني ختمنا القرآن، يعني ختمنا القرآن الأولى. نعم، ختمنا القرآن عليه شي ختمتين جوج مرات. نعم. تعلمت على يديه الكتاب أولا، يرجع له فضل في التعليم. يعني الانطلاقة كانت معه. الانطلاقة كانت مع السيد جزاه الله خيرا. والختم كان معه؟ الختم كان معه. يعني ما زدتيش شي لا، مازال لا. هذه كانت مرحلة أولى. أنا درست في الدوار ديالنا على ثلاثة شيوخ. وذكر الأسماء ديالهم. السي محمد بن العرج جزاه الله خيرا، السي الصغير كذلك من واحد القبيلة حدانا سميتها غربيين، والسي السي أحمد بوصباطة، هذا الشيوخ يعني ما شاء الله جزاهم الله خيرا، زادهم الله بسطة في القرآن الكريم. ويرجع كذلك الفضل لجدي، جدي السي عبد السلام رحمه الله، توفي في السنة الماضية. يعني كان حافظ القرآن تاعو، كان شيخا ما شاء الله، وكان يساندني ويسهر، كنت انا وعمي، يعني نحن في القبيله عندنا في الحي ديالنا في الدوار ديالنا، يعني مجموعه ديال الطلبه لا تجد منزلا او دارا الا وفي حافظ القرآن الكريم. سبحان الله. يعني احنا تقريبا عائله كلها الحمد لله فيها الحفظ القرآن الكريم. فيها حفظ تقريبا. الدوار ديالكم شحال يكون فيه؟ نعم، شحال يكون فيه تقريبا ديال الحفاظ؟ ما شاء الله، حينما تكون يعني مناسبة ويجتمعون في جنازة أو فرح إلى آخره، يعني يصل عددهم إلى 50. والأكيد أن كثير منهم الحمد لله كلهم حافظ، ذهب إلى وجهة أخرى. نعم، اتجه إلى وجهة أخرى، تبرقوا في المغرب. هذا الخير الحمد لله، تنحفظوا القرآن وتنطلقوا في الحياة، كنطلقوا فيها مشاريع مختلفة. وأنا أستاذ كنحكي واحد القصة على هذا جدي رحمه الله. نعم تفضل. ما كاينش عندنا الضوء، كان كيسوق للسوق وكيشري الشمع. كان كيقول لنا شعلوا الشمعه منين تطفى عاد نعسوا، يعني تباتوا تقراوا على ديك الشمعه منين غتطفى. ديك الشمعه نعم فقاش ما سالت الشمعه غير كانت طويله بزاف وبقات الليله كامله. نعم. وما مشيتيش للاماكن الاخرى؟ ما خلصتيش القران؟ ختمت يعني تقريبا 12 سلكه، هذا غير في الحي ديالنا في الدوار ديالنا. يعني حفظت القران الحمد لله حفظا وخطا وبالانصاص ديالو الى اخره. كتستحضر دابا شي نص من الانصاص؟ شوف بركه ان شاء الله. الليله كتستحضر، احنا مستعدين نسمعوها. مثلا ان شاء الله. قول لنا. يقول الناظم رحمه الله على كلمه ربيه بالوقف. بالفتحه او ربيه يعني بالفتحه والوقف. اها. الوقف عليها. اها. السجن ابرئ ان يسرق فامانا، اعظكم ربيه بالوقف فخمسته. يعني ربي الا ما رحم ربي. نعم. وقال إني مهاجر إلى ربي. كذلك مثلا قوله تعالى اللي بالوقف، هذه اللي نعم. اللي بالوقف. نعم. مثلا قوله تعالى الله والله، يعني نقف على كلمة الله
ثم نبدأ بكلمة الله. يقول الناظم رحمه الله: في هداهم أحس إن شر تلهيكم الله والله بالضم فأربع. غير باش يفهموا المشاهدين هنا هذه بحال طراسيم ولا بحال كودات. ملي كتقول أحس وهداهم شنو أنا فاهم، ولكن بغيت المشاهدين يعرفوا يعني هي أسماء ديال الأرباع. وأنصاف ديال القرآن الكريم. يعني ملي كتقول فلما أحس يعني فلما أحس يعني هذا الرأس ديال يعني مقتبسة من الربع، يعني سير لك الربع هذا كتلقاها فيه. سير الربع الفلاني غالبا هذا النص اللي جبت في هداهم أحس إن شر تلهيكم إن شر مثلا عاوتاني ربع. ليس عليك هداهم فلما أحس عيسى إن شر الدواب يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم. يعني هذه يعني إذا بغيتي تقلب على هذه الكلمة هذه اللي احنا كنديروا لها هذا الرمز هذا سير الربع الفلاني تلقاها. جميل، هذه كانت بحال شيء خدي خاصة، يعني يكون مصطلحات خاصة ديال أهل القرآن أو ديال حملات القرآن. ولكن في هذا العصر ديال الآن يعني ربما هذا الشيء كان يعني كان منتشر بزاف عند الشيوخ الأقدمين. اليوم واش باقي كتلاحظوا هذا الشيء كاين في الشباب اللي اليوم تيحفظوا القرآن تيعتمدوا المسألة ديال النصاص وهذا الشيء؟ فيما يخص النصاص بالخصوص الله أعلم في المدارس العتيقة الحالية هالشيء تقريبا ما مارستيش تجربة. شكون فيكم مارس تجربة ديال التحفيظ القرآن الكريم؟ ما مارستش واحد يكون تجربة التحفيظ؟ لا. ولا لو أتيحت لكم الفرصة أنكم تعملوا النصاص؟ إن شاء الله. ولكن الإنسان يكون أصلا ضابطهم وحافظهم عادي إن شاء الله. كنا الأستاذ كيعطيونا عليهم العصا فقيم مثلا كيدوز لك اللوح يسلك لك اللوح، وفي الأخير يعني إذا وجد كلمة فيها خطأ عندك في اللفظ أو في الشكل يعني مثلا هي بالفتحة وأنت دير تال الضمة يعني كيدلك عليها واحد النص في الاخر في القاع ديال اللوح في الاخر ديال باش ترسخ لك في الذهن ديالك وداك النص غلط فيها وداك النص كتكون مجبر باش تحفظه حتى هو تابع لك الربوع على داك الثوم اللي في القران الكريم. نعم، صافي لطيف السمع ان شاء الله القراءه ان شاء الله عز وجل. من اي سوره؟ من اواخر سوره الفتح ان شاء الله. تختم لنا سوره الفتح ان شاء الله عز وجل. اذا المشاهدين الكرام نستمع الى هذه التلاوه المباركه من اواخر سوره الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا
فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ومثلهم في كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا سي لطيف، بارك الله فيك. إن شاء الله مزيدا من العطاء والارتباط بالقرآن الكريم وأيضا تحفيظه، أنتم حفظتوه دابا تبارك الله 12 سلكة، فما فيها بس تعطي بعض السليكات لوليداتنا إن شاء الله ولولاتنا. نسأل الله تبارك وتعالى لكم التوفيق. سي محسن، أيضا تجربة مع القرآن، لأن هذا البرنامج هو الهدف منه أننا نستمع أولا للقرآن الكريم
دخلوا المشاهدين القرآن الكريم إلى البيوت ديالهم، وأيضا يعرفوا هاد الناس اللي حاملين القرآن واللي تيقراوا وعطاهم الله عز وجل هذا الصوت الجميل وهذا القدرة على الأداء لكلام الله عز وجل، يتعرفوا عليهم شي شوية كيفاش المسيرة ديالهم مع القرآن، لعلها تكون نبراسا لهم وقائدهم نحو السير نفس على نفس المنوال إن شاء الله وتهم يحفظوا القرآن الكريم. سي محسن هاشمي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي هشام، لو قلت لك بأن قصتي مع القرآن بدأت قبل أن أولد، سبحان الله. كيف؟ ذلك أن الوالد ديالي حفظه الله تعالى لما كانت الوالدة حاملة حاملا بي، هو نذر لله سبحانه وتعالى أن هذا الولد اللي غير إلى أعطاه الله تعالى ولد سيهبه للقرآن الكريم. واش أنت كنت أنت الأول؟ كان أنا الأول، نعم. أنت البكر ديال الوالد حفظه الله. وكان العم ديالي رحمه الله ملي تولدت قال الوالد لابد خصنا ندخلوه يقرا في المدرسة، قالوا لا لابد خصنا نديوه يقرا للجامع. بقى داك حشي مع الصراع بعضياتهم. فالوالد في الاخر قالوا لابد نديوه للمسجد، فكان الحمد لله البداية من الصغر ديالي في المسجد ديالنا في الدوار ديال تحسين، وكان من الفقهاء اللي قريت عليهم عمي السي الحسين حفظه الله تعالى وكذلك فقهاء اخرون. فبديت تما ختمت السلكه في البلاد اول مره. شحال كان فمك لما ختمتي السلكه الاولى؟ كان عندي ثمان سنوات. ختمتي السلكه الاولى؟ السلكه ختمتها يعني شحال دخلتي للكتاب؟ دخلت صغير ما قرا يعني يلاه بديتي كتفهم بديتي كتكلم مشيتي مع البدايه، لان النظر يقتضي انه يفرغك للقران الكريم. الوالد كان عنده واحد الحرص كبير على الحفظ. لكن واش الوالد حافظ القران؟ لا، وسبحان الله يحب القرآن، محب لأهل القرآن ومحب للقرآن، وكان عنده هذا الهم الكبير أن يكون أبناء ديالو حفظة. وتحقق له المراد في غيرك؟ نعم، في ثلاثة أبناء. نعم. كلهم حافظين القرآن؟ كلهم حافظين القرآن. إذن هو أنا وجوج أخرين مشى الحب ديالو للقرآن الكريم. نعم. إلى الجانب العملي والتطبيقي، ما بقاش. نعم. الحمد لله جميع المسلمين يحبوا القرآن. صح. ولكن كاين اللي تيقدر أنه يفرغ وليدته لحفظ الكتاب الكريم كاملا، كاين اللي عاوتاني عنده اختيارات أخرى وتوجهات أخرى. نعم. والحمد لله كل شيء مأجور بإذن الله عز وجل. نعم. ما دام دائما الهدف هو ابتغاء مرضاة الله عز وجل. نعم. ومن بعد ذلك بعد سنين بعد ما ختمتي الختمة الأولى؟ بعد هاد 8 سنين بقيت تقريبا شي عام ولا عام ونص بحال هكا. حتى الائمه الفقهاء اللي كيجيو للدوار كيجيو كينقاطعوا، كيكون واحد الشبه، ما كاينش واحد المتابعه بالشرط، تيشرطوا شي كيسالي الشرط ديالو تيجي عاوتاني اخر، كاينش واحد المتابعه كبيره. وصافي وليت كنسرح، سرحت خرجت للسرحه، سرحت الغنم وسرحت البقر وكلشي. والوليد مازال عنده ذاك ما شافني بانه غادي نمشي حتى ديك السلكه اللي ختمت، لان عارف ديك الختمه الاولى ما كتبقاش فيها ذاك الختمه الاولى، وخصوصا 8 سنين باقي. نعم. فديك الساعه تقرر انه يخرجني من الدوار، يمشي نخنش، واخا على صغر سني خرجت من الدوار ديالنا 10 سنوات تقريبا او اقل بقليل. وفين صيفطك باقي صغير هكذا؟ سبحان الله. يعني كان انا ذاك ما كاينش المدارس ديال التعليم العتيق اللي كاين الان، الحمد لله كاينها بشكل اخر. اليوم كاين مدارس التعليم العتيق اللي فيها تحفيظ القران، ولا ايضا يعني تلقي العلوم الشرعيه، فكاين اماكن متخصصه للمبيت فيها ناس مسؤولين تيصرفوا. ولكن فين صيفطك انت باقي صغير؟ سبحان الله. الاختيار ديالو كان واحد جوج طلبه من عندنا من الدوار كيقراوا في واحد الدوار في قريب الخميسات، قريب المدينه شي جوج كيلومتر بحال هكا، واحد الدوار سميتو اي تعكي، تابع لاي توريبل. اي تعكي، هذوك جوج الطلبه هما اللي كانوا سبب انه يديني لذاك البلاصه عندهم. فقال هو استانس، قال بانه ماذا كاين هاد جوج من الدوار غادي نديه لهم، وهما غادي اولا غادي يقرا، ثانيا غادي يلقى الوناسه كما كنقولوا حنايا. يلقى مع من ولاد الدوار وغادي يستهل معاهم مع صغر السن. وشحال لقيتي تما؟ بقيت تما 3 سنوات عند واحد الشيخ من اعظم الشيوخ الذين لهم فضل كبير على حياتي مع القران. انا كنت كلكم باغي نسولكم على الشيوخ ديالكم، ولكن ذكرتوهم الحمد لله، وهذا هو المهم. نعم. اننا نذكر الناس بالافضال ديالهم علينا، فالشيوخ ديالكم مزيان اننا نذكرهم، جميع الاخوان اللي الشيوخ ديالهم يذكروهم ويدعوا معهم ويترحبوا عليهم اللي ماتوا واللي باقيين يطلبوا لهم الله عز وجل السلامه والعافيه. هذا واجب. ولذلك هذا الشيخ ديالي العظيم اللي هو باقي الان في الحياه وكبير في السن، الشيخ الحاج ابراهيم. حاج ابراهيم هذا كانت عنده 3 سنين فحفظت القران حفظا متقنا. يعني فوقاش ساليتي مره من 13 سنه صافي حطيتي اللوحه ديالك؟ لا ماشي حطيت اللوحه، ولكن حفظت القران حفظا متقنا. ديك الساعات كيبقى
فقط كما قال الاخ سيدي عبد الله زياده في التدقيق حفظ الانصاص ومتى ثبت المحذوف وكذا، يعني كيبقى الرسم ضبط الرسم. اما من حيث الاستحضار يعني كالفتياء كما كنقولوا حنا فهي كتحفظ. نعم عند هذا الشيخ هذا، وكان شيخا عظيما، يعني كان كيضحي واحد التضحيه عجيبه جدا لاجل حفظ القران الكريم. ان شاء الله استمعوا لك القراءه تكون هي القراءه الخاتمه في هذه الحلقه ان شاء الله. مرحبا. من اي سوره؟ من اواخر سوره ابراهيم. من اواخر؟ نعم. اختم لنا. لا ما تيسر. ما تيسر ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام نستمع الى ما تيسر من اواخر سوره ابراهيم بصوت القارئ محسن غشوي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي
سميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا سي محسن، شكرا لكم جميعا. كنت باغي نزيد نتوسع معكم ونهضر معكم، ولكن الوقت محسوب، وحنا بغينا خلينا واحد المفاجأة هي في آخر هذه الحلقة، وهي عن سي عبد الله زهاني. ما بغيتش نتكلم معكم على المنجزات ديالو اللي مع القرآن الكريم وبالقرآن الكريم، حتى تشوفوها مصورة وتشوفوها مجسدة إن شاء الله. هو هذا البورتري اللي عملنا عليه هو اللي قدمه لكم إن شاء الله، يكون ختام لهذه الحلقة. فتابعونا في هذه الورقة الخاصة التي زرنا فيها الشيخ، هو شيخ نعم، هو إمام مرشد، وهو طالب يعني الحمد لله في الماستر، يعني طموحاته كبيرة إن شاء الله. هذه معلومات من بعض ما ستعرفونه من خلال هذه الورقة، فلنتابع جميعا. هنا بدوار زهانة أيت ميمون البعيد عن مدينة تيفلت بحوالي 6 كيلومترات، ولد وتربى القارئ عبد الله الزهاني في أسرة بسيطة في ثقافتها، كبيرة في طموحاتها، قوية بإيمانها. وبهذا المسجد الصغير في بنيانه الكبير بعطاءاته وإنجازاته، انطلق القارئ عبد الله الزهاني مع القرآن الكريم حفظا لصوره وأحزابه. وبعدما اتضحت معاني متميزه في هذا المجال، انتقلت به أسرته إلى مساجد أخرى في مناطق مختلفة قصد إتمام الحفظ وترسيخه. هذا البيت هو اللي زدت فيه، والحمد لله عشت بين أحضان العائلة، الوالدين والإخوان والأعمام والأخوال. وفي هذا المسجد اللي دزنا عليه هو اللي بديت فيه الدراسة ديالي القرآنية، ثم بديت المسيرة القرآنية الحمد لله على يد الشيخ محمد الجبلي، أطلب من الله سبحانه وتعالى له الشفاء العاجل. فكان دائما يساعدني ليلا ونهارا، وكان الوالد الحمد لله دائما تيمشي لعنده وكيكرمه، وهذا إن دل عن شيء فإنما يدل على حب أبي الله يرحمه للقرآن الكريم، معنى أنه كان يؤدي لي جميع الوسائل، معنى أنه يلبي لي جميع الوسائل من أجل باش نمشي للمسجد باش نحفظ القرآن الكريم. معنى أنه حتى وإن كان مثلا يوم غتسول لي النفس ديالي أنني نجلس نخدم باش ما نمشيش نقرأ، هو تيسد لي هذاك الباب، تيقول لي الإبن ديالي أنت هو التالي في الذكور، أنا تنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنت تكون حامل لكتاب الله. كان الهم ديالو هو هذه الرسالة، أنني نكون حامل لكتاب الله. والحمد لله بعد ما قرأت على الشيخ محمد الجبلي ثم انتقلت للغرب، قرأت على الشيخ سي بن عشير بن عسو، فختمت السلكة الأولى والثانية على يدي، ثم انتقلت بعد ذلك إلى منطقة الجنوب سوس، فحمد الله ختمت السلكة الثانية على يدي الشيخ إبراهيم أنفلوس. كذا ولدي الدين عم تيقرأ، هو أخوه، هو أخوه ولده عالي ولدي، هذا تيقرا هذاك ما تيقراش، تيلوح اللوح الجامع، وهذا تبارك الله تيقرا صابر، لا الشتاء لا البرد لا هذا، هذاك لا غارب، حنا فرحان قلبنا اليوم بجوج، هذاك ما جابش الله، هذا مسكر راسل الجامع ما خلينا فين جرى عليه بوه، ما كاين الجامع اللي قال فيه الجامع مزيان وما لحقو، ضربنا تماره معاه وتمرثنا وداك الشيء، كل شيء تنعطيه تنطلبوا الله الليل والنهار، تنقولوا غير هذا الدري يسخر ليه ربي، ما مهمنا فيه حتى حاجة، ضربنا تمارة عليه اللي ما هي بعدها تمارة، ما تنخدام وبوه واخا مريض تيشد عليه الجوامع قد في مكان الجامع يلحقوا عليه، الجامع اللي تيقولوا لي غادي تيقري مزيان يلحقوا عليه، ما مهمنا فيه حتى شي حاجة. لم تتوقف طموحات القارئ عبد الله الزهاني عند حفظه لآيات الكتاب المكنون رسما وخطا، بل وصل المسيرة القرآنية بتعلم قواعد التجويد والتفنن في ترتيل الكتاب الحكيم،
مما يسر له الحصول على الرتب المشرفة في المسابقات القرآنية المحلية منها والوطنية والدولية، كما انخرط في سلك التعليم بجد وشهادة، فحقق جزءا كبيرا من طموحاته العلمية التي حددها في نيل شهادة الدكتوراه، مما زاد في تميزه وإدخاله إلى قلوب جميع معارفه وأقاربه. مرحبا بالسادة المشاهدين والسيدات المشاهدات في بيتي هنا في مدينة مكناس. هذه المدينة الحمد لله التي كان لها الفضل الكبير علي، لا على مستوى التحصيل العلمي ولا على مستوى المسابقات القرآنية. أما التحصيل العلمي فقد أخذت والحمد لله شهادة الإعدادي هنا في التعليم العتيق بمؤسسة الإمام مالك، التعليم العتيق بمدينة مكناس، ثم أخذت شهادة البكالوريا هنا في مدينة مكناس، ثم الشهادة الجامعية الإجازة، ثم التحقت بفضل الله ببرنامج تكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط، فتخرجت والحمد لله منه، ثم أتابع دراستي في السنة الثانية ماستر بمدينة مكناس. أما المسابقات القرآنية فقد أخذت والحمد لله الجائزة الأولى على جهة مكناس تفيلالت في مسابقة جائزة بن غازي المكناسي لقراء التراويح، ومسابقات أخرى هنا على جهة مكناس، ثم أخذت المركز الثاني في مسابقة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم كاملا، ثم المرتبة الرابعة في المسابقة الدولية في مسابقة محمد السادس الدولية، ثم أخذت المركز السادس في المسابقة الدولية مسابقة الأقصى الدولية بفلسطين، ثم شاركت في المسابقة في ليبيا الجمهورية الليبية، ثم أخذت والحمد لله المركز الأول في مسابقة القارئ العربي بالجمهورية اللبنانية، ثم أخذت المركز الخامسة في مسابقة تونس العالمية، والحمد لله ففضل القرآن الكريم لا زال موجودا معي. إن شاء الله هدفي هو تبليغ هذه الرسالة وتدريسها في المؤسسات والمعاهد، وفي مؤسسات التعليم العتيق خاصة، وفي المعاهد وفي المساجد وفي دور القرآن. هذه هي الرسالة التي أريد أن أوصلها كما أوصلها لنا شيوخنا رحمهم الله، ومنهم لا زال على قيد الحياة، فنسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء. نعم الرجل أخلاق حميدة، الصوت ديالو في القرآن الكريم تبارك الله عليه. مهم في الدراسة ديالو تنشجعو، كنتمنى له التوفيق، كنتمنى يزيد القدام ونشوفو سي عبد الله في أحسن المراتب إن شاء الله. بالنسبة للسهري سي عبد الله اللي كنعرف عليه، هو الإنسان طيب، يعني رجل إنساني في كل المسائل، وكنطلبوا إن شاء الله التوفيق في المجال نتاع المجال القرآني نتاعو، وكنتمنوا الله المزيد من الأعطاء، وإنسان طيب رجل يعني متواضع، إنسان مزيان، القلب تاعو كبير وتيبغي الخير للناس. وانا كنحسبو ماشي صهري، كنحسبو ابني، لان الاخلاق تاعو الله عمرها سلعه طيب، والمسائل كلها هي فيه الشروط المزيانه، فهو الانسان اللي انا كنبغيه بحالو بحال الولاد تاعي. عندي 4 ديال الاولاد، هو الخامس كنحسبوه حتى هو الابن تاعي، انسان رجل مزيان وكذا، والله يرضى عليه، وكنتمنى له ان شاء الله التوفيق والمزيد من الاعطاء ان شاء الله. وإيمانا من القارئ عبد الله الزهاني بوجوب الإنفاق مما منحه الله تعالى من نعمة العلم، خصوصا في مجال ترتيل القرآن الكريم وتجويده، أبى إلا أن يستجيب لدعوات المؤسسات التعليمية كما يفعل هنا مع مدرسة زيد بن ثابت للتعليم العتيق بمكناس، التي يخصص لتلامذتها جزءا كبيرا من وقته. احنا الان كنتواجدوا في قاعه من القاعات ديال المؤسسه التعليم العتيق زيد بن ثابت مدينه مكناس، والدرس هو ماده التجويد القران الكريم احكام النون الساكنه والتنوين. الهدف من هذه الدراسه وهي ايصال هذه الرساله والحمد لله التي اوصلها لنا شيوخنا الاعزاء حفظهم الله،
وحنا الاساس ديالنا هو اننا نوصلوا هذه الرساله ديال تجويد القران الكريم وحفظ القران الكريم مع هاد الشباب، هاد التله هذه اللي خاص الانسان يضحي من اجلها، ورساله الى الاباء والامهات باش يقريو ولادهم القران، يديهم المعاهد، يديهم المؤسسات، يديهم دور القران، لان فيها خير كبير. الانسان ملي تيجي غير شاب صغير كتستمع له القران وكانه كما انزل، معنى انه يخرج من قلب صافي نقي طاهر. منذ مده طويله، منذ ان عرفناه عرفنا فيه الجديه، عرفنا فيه الاخلاص، عرفنا فيه الكفاءة في تلقين هذه المادة، مادة تجويد القرآن الكريم. وقد تحقق بفضل مجهوداته وعمله نتائج طيبة، بحيث أن الطلبة أصبحوا على درجة عالية من تجويد القرآن الكريم. هؤلاء القراء المتميزون يمثلون هذا البلد الأمين، بلد القرآن الكريم، في مختلف المحافل الدولية، فينالون الرتب الأولى المشرفة، فيسعد بهم جميع المغاربة، وعلى رأسهم أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الراعي الأول لجميع القراء والحفاظ للكتاب المكنون. عدنا بكم مشاهدين الكرام إلى الختم. الآن سنودعكم، وطبعا سنودع قراء الأفاضل سافلا زهاني من خلال الورقة. نتمنى أن المشاهدين يكونوا زادوا تعرفوا على شيوخنا وعلى وخاشب، الحمد لله العطاء كبير. السي يوسف أيضا شكرا لك، جيتي عنا، وإن شاء الله نتمنى لك مسيرة إن شاء الله تكون أكثر تميزا مع القرآن الكريم، وتوصل للغرض ديالك والغرض اللي محط، يعني لا انت ولا الاب ديالك ولا الام ولا العائله كلها اللي كيتمنوا انه يكون عندهم حامل لكتاب الله عز وجل. صارت لطيف ايضا انت، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. سي محسن شكرا لكم، ان شاء الله نتمنى لكم جميعا مسيره موفقه، مزيد انتم الحمد لله مسيره متميزه، مزيدا من التميز مع القران الكريم. الشكر موصول لكم ايضا مشاهدي الكرام، مشاهدتي الكريمات، الشكر موصول للفريق التقني الساهر على اخراج هذه الحلقه. إلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فارتعوا واقرأوا آية الرحمن.